بسم الله الرحمن الرحيم. أنشئ معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس بقرار الجمهوري رقم 278 عام 1981. تمام. الحقيقة كانت الفكرة من وراء إنشاء المعهد إن ده مكان يعني مؤسسة علمية تابعة لجامعة عين شمس بتجمع كل التخصصات اللي بتتعامل مع الأطفال في مكان واحد. وعشان كده المعهد زي ايه حضرتك هي التخصصات بالظبط كده. المعهد كان فيه ثلاث اقسام علميه: قسم الدراسات الطبيه وقسم الدراسات النفسيه وقسم الاعلام وثقافه الاطفال. طبعا القائمين على الاقسام العلميه دي مجموعه من الاساتذه في التخصصات الهامه جدا اللي هي بتتعامل مع الاطفال وخاصه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. فعندي اساتذه طب اطفال، اساتذه طب نفسي، اساتذه علاج طبيعي، اساتذه صحه عامه، عندي اساتذه علم نفس، وعندي اساتذه اعلام في التخصصات المختلفه. المعهد كان بيقدم برامج يعني وما زال طبعا بيقدم برامج دراسات عليا ماجستير ودكتوراه بتؤهل الخريج بتاعي انه يقدر يتعامل مع الاطفال وخاصه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه في كل التخصصات اللي اتكلمنا عليها. بعد كده الحمد لله لما المعهد اثبت نفسه في هذا المجال وفكرنا ان احنا عشان نقدر كمان نسوق لبرامج الدراسات العليا بتاعتنا اللي هي كلها بنظام الساعات المعتمدة وفيها جزء عملي تدريبي اكلينيكي بيتم في مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة الاستشارات الطبية اللي تابعة للمعهد، وبالتالي احنا طورنا من البرامج وده تمشيا طبعا مع سياسة جامعة عين شمس اللي هي دايما بتحرص على انها تقدم كل ما هو جديد وتلبي احتياجات المجتمع والتطور كده. والحمد لله طورنا البرامج بتاعتنا وفيها برامج علمية ممتازة كلها دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة ما يخص الأطفال في التخصص اللي قلت في التخصصات اللي قلت لحضرتك عليها، وخاصة كمان البرامج اللي فيها يعني تهتم بالطفل ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات. جميل. وبالتالي كان التشجيع لقيت كل التشجيع الحمد لله من إدارة الجامعة متمثلة. طيب في حضرتك لما تحولت من معهد يعني كان إيه الغرض من التحويل معهد لكلية؟ هي لما حجم الشغل فيها زاد والأقسام العلمية طبعا أثبتت نفسها وده هيساعدني أن أنا أروج للبرامج دي برامج الدراسات يعني العليا. هي برضو هتبقى للدراسات العليا مش في المرحلة دي ما زالت هي كلية دراسات عليا، إنما إن شاء الله وارد جدا في المستقبل أن احنا نتوسع أكتر ويبقى في أندر جراجويت، بس في الفترة يعني من الحالية الثانوية العامة قد يكون إن شاء الله بعد دراسة الموضوع ده دراسة يعني شاملة وكاملة قد يكون إن شاء الله في المستقبل يتم فتح باب التقدم للطلبة من الثانوية. طب وفي الحالة دي هيكون الفرق بينها وبين كلية رياض الأطفال إيه يا دكتور؟ لا كلية رياض الأطفال متخصصة في تقديم يعني المدرسين والقائمين على الأطفال في المدارس وفي الحضانات وكده، إنما زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا ثلاث أقسام علمية من ضمنها قسم الدراسات الطبية اللي بيخرج كوادر طبية عندها خبرة إكلينيكية وتدريبية في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا عندي من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص اللي هي على أهم يعني على رأسها مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أنا بقدم خدمات متكاملة للأطفال ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات يعني الخاصة. يعني حضرتك الموضوع بس مش دراسة، احنا في جانب تطبيقي وجانب لخدمة طبعاً المجتمع فعلا. بالظبط وده دور جامعة عين شمس إنها بتخدم المجتمع وبتساعد على تنمية البيئة. وبيتم التعامل من خلال إيه بقى حضرتك دكتور؟ يعني لو حد عنده مشكلة إزاي يستفيد من البرامج دي؟ إزاي مين اللي بتتعاملوا معاه؟ بالظبط كده، أنا عندي وحدتين، وحدات ذات طابع خاص. أهمهم اللي هي وحدة رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا عندي مبنى من 5 أدوار كل وحدات بتقدم خدمات متكاملة للأطفال اللي عندهم إعاقة سواء إعاقة حركية أو ولا تعليمية. إعاقة ذهنية. الخدمات كتيرة جدا، يعني على سبيل المثال عندي عيادة أطفال، عيادة طب نفسي، عيادة علاج طبيعي، طب أعصاب، عندي تخاطب، سمعيات، تأهيل بصري، تعديل سلوك، أنشطة إسرائية، إرشاد أسري، يعني كل الخدمات اللي بيحتاجها الطفل اللي عنده إعاقة هو وأسرته بيجدها عندي بتقدم في مكان واحد. ودي كانت الفكرة من إنشاء المركز إنه يقدم مقابل ولا ما يعني وهل مقابل إذا كان أكيد في مقابل يعني لأنها وحدات ذات طابع خاص المقابل ده بيكون بنفس أسعار السوق ولا بتكون بأسعار أقل شوية؟ لا طبعا إحنا الحمد لله بنخدم يعني أهلنا من زاوية يعني المستوى الاقتصادي المحدود، فبالتالي ده دورنا احنا كجامعة عين شمس وكمؤسسة
تتبع للجامعه وهي مؤسسه حكوميه، في الاخر ان انا اقدم يعني كل الخدمات دي لاهلنا من ذوي الفئات الاشد احتياجا في المجتمع، ودول اساسا اسر، بجانب ان هم طبعا من الفئه الاشد احتياجا هم كمان عندهم طفل عنده مشكله، فاحنا بنفتح لهم يعني الابواب عندنا، بنقول لهم اهلا وسهلا بيكم.